النهارده الأربعاء، وده ميعاد تغيير الأفلام في سينمات مصر، وكمان ميعاد حلقتنا الأسبوعية لتحديد الأفلام التي لا ننصح بمشاهدتها هذا الأسبوع في سينمات مصر. يلا نبدأ. باك تريس 2018، المتتبع الخفي. فيلم كان دي مدة عرضه 92 دقيقة، بدأ عرضه في سينمات مصر 8 مايو 2019. تصنيف العمل الفني دراما، تصنيف العمل الرقابي ريتد ار ريستريكتد، تصلح مشاهدته للكبار فقط. ينتقل اللص الوحيد الناجي من عملية سطو مسلح لسيارة مصفحة، يخرج من منشأة أمنية مشددة عالية المستوى ليدير عملا للاختبارات التجريبية للمخدرات. ذا انترودر 2019، المتسلل. فيلم امريكي مدة عرضه 102 دقيقة، بدأ عرضه في سينمات مصر 2 مايو 2019. تصنيف العمل الفني دراما، تصنيف العمل الرقابي PG-13 بارنتس جايدد 13، تصلح مشاهدته لمن هو 13 سنة فما فوق بإرشاد عائلي. عندما يشتري الزوجان الشابان سكوت راسل واني راسل منزل احلامهما في وادي نابا، يعتقد انهما وجد المنزل المثالي لاتخاذ خطواتهما التالية كعائلة، لكن عندما يواصل البائع الغريب شارلي كويد التسلل الى حياتهما، يبدأ شك في التسلل الى الزوجين ان شارلي لديه دوافع خفية تتجاوز البيع السريع. أجلي دولز 2019، دمى قبيحة. فيلم امريكي مدة عرضه 87 دقيقة، بدأ عرضه في سينمات مصر 8 مايو 2019. تصنيف العمل الفني رسوم متحركة انيميشن، تصنيف العمل الرقابي PG بارنتس جايد، تصلح مشاهدة لجميع الاعمار بارشاد عائلي. مغامرات ثلاثة دمى مفعمة بالحيوية يوجهون المعنى الحقيقي لان تكون مختلفة، ويناضلوا من اجل ان يكونوا محبوبين، ثم يكتشفون انه لا يجب ان تكون كاملا لكي تصبح رائعا، ما يهم هو ما انت عليه فعلا. افيجيلانتي 2018، اقتصاص. فيلم امريكي مدة عرضه 91 دقيقة، بدأ عرضه في سينمات مصر 1 مايو 2019. تصنيف العمل الفني تشويق واثارة، تصنيف العمل الرقابي ريتد ار ريستريكتد للكبار فقط. سيدة تقرر مساعدة الضحايا في بحثهم عن المعتدين المحليين عليهم ليقتصوا منهم ويتمون انتقامهم. هيل بوي 2019، ابن الجحيم. فيلم امريكي مدة عرضه 148 دقيقة، بدأ عرضه في سينمات مصر 10 ابريل 2019. تصنيف العمل الفني مغامرات، تصنيف العمل الرقابي بلس 18 للكبار فقط. يروي الفيلم قصة البطل الخارق هيل بوي العالق بين عالمين متنافرين، العالم الفائق للطبيعة والعالم البشري الاعتيادي، حيث يدخل هذه المرة في صراع مفتوح مع ساحرة من العصور البائدة أقسمت على الانتقام وعلى تدمير الجنس البشري بأكمله. ويجا شانس The Final Game 2019، ويجا شانس اللعبة النهائية. فيلم إيطالي مدة عرضه 81 دقيقة، بدأ عرضه في سينمات مصر 17 ابريل 2019. تصنيف العمل الفني رعب. تقرر سارة وأصدقائها قضاء عطلة نهاية الأسبوع في فيلا قديمة ورثتها، وفي ظروف غامضة بعد العثور على لوحة ويجا، تستحضر سارة وأصدقائها عن غير قصد قوة شريرة مرتبطة بأسرار الفيلا الخفية ليواجهوا رعب لا يمكن تصوره. تريبل ثريت 2019، تهديد ثلاثي. فيلم صيني مدة عرضه 96 دقيقة، بدأ عرضه في سينمات مصر 17 ابريل 2019. تصنيف العمل الفني حركة، تصنيف العمل الرقابي ريتد ار ريستريكتد للكبار فقط. صفقة تعقد لقنص ابنة ملياردير تحاول اسقاط منظمة الجريمة الكبرى، وهنا يصبح لزاما على فريق من المرتزقة ومجموعة من القتلة المحترفين ان يسعوا لايقاف منفذي الصفقة قبل اصابة ابنة الملياردير. The Curse of La Llorona 2019، لعنة لا ليورونا. فيلم امريكي مدة عرضه 93 دقيقة، بدأ عرضه في سينمات مصر 17 ابريل 2019. تصنيف العمل الفني غموض، تصنيف العمل الرقابي بلس 18 للكبار فقط، تصلح مشاهدته لمن هو 18 سنة فأكبر. بعد تجاهل التحذير المخيف من جانب أم مضطربة واشتبه أنها تعرض أطفالها للخطر، يتبين أن مواقع شيء ينتمي لعالم خوارق الطبيعة، ويصبح أملهم الوحيد في النجاة من غضب يورونا هو كاهن مخدوع يمارس التصوف لإبقاء الشر في مكانه. وندر بارك 2019، الحديقة العجيبة. فيلم امريكي مدة عرضه 85 دقيقة، تاريخ عرضه 13 مارس 2019. تصنيف العمل الفني كوميدي، تصنيف العمل الرقابي للجمهور العام، يصلح مشاهدته لجميع الاعمار. جون فتاة متفائلة ومقبلة على الحياة، تكتشف وجود حديقة ترفيهية متوارية في الغابة، وهي حديقة يسكنها حيوانات متكلمة طريفة، وبعدها تكتشف لاحقا ان الحديقة من صنع خيالها، وهي الوحيدة التي تستطيع اصلاح شأنها وتعيد البهجة من جديد عليها.